السلام عليكم. السلام عليكم. البارتاج خوتي البارتاج كادر خويا، انا ثاني. سلام عمر، سلام عبد الله، ياسين، السلام عليكم. بارتاجيو لنا اللايف خوتي. الصوت راه مليح، بداو يسينيالو على بكري اليوم. بارتاجيو لنا خوتي اللايف. هذه هي الخطة الثانية أخوي، الثالثة مش الثانية، الثالثة ولا الرابعة. راهم كل خطرة يديروا خطة وتطيح لهم يبدلوا الخطة. الصوت كي راه الصوت مليح ولا لا؟ الصوت 5/5 الحمد لله. خاوتي كما كنت نقول لكم هاد الايامات، ماشي هاد الايامات، من النهار الاول وانا نقول لكم، قلت لكم بلي هادو الزوف عندهم خطة، وهضرنا على الخطط اللي كانوا عندهم ذاك الوقت. وقلت لكم حاجه، قلت لكم حرجوا رواحكم النهار اللي غادي تتزير عليهم كاع ويتبلعوا لهم كاع كاع البيبان، دوك يولوا اغريسيف، دوك يولوا دونجرو. هاد الهضره تعقلوا، قلتها لكم، قلتها لكم شحال من خطره. دوك حنا غادي ناناليزو الخرجه التاليه تاعهم، وغادي ناناليزو هذا المكان اليوم. ماشي انا غادي ندير فيديو باش نفهم اليوم، دابيا هما يفهموني هذا الفيديو اللي غادي نوريها لكم دروك، باسكو ما عندهاش فهم واحد اخرى. خاوتي تبعوني مليح. نروح شوف التطبيق نطلع غير زداج باش تسمعو غلاز. ما كانش حاجة واعرة على الحيوان من يكون مبليسي، يقدر يكون حيوان أليف بصح كي تبليسا يولي دونجرو، يولي أغريسيف. تبعو مليح خاوتي الشي اللي كنت نقول نحذركم منه. هادي شحال من شهر باش نكونو نيشان، فوالا تبع مليح واش غادي يقولو. نداء للشعب الجزائري، نداءنا من مجموعة من الشباب في فتح الحوار بالخروج من الإنجليزية. سينيال خاوتي سينيال، بون خليكم لا فيديو اون بروميير فوا تفرجوها، نعاونوا له موراها. نعاونوا الشعب السياسي السائد، ندعو كافة فئات الشعب الجزائري للخروج جماعيا وبكثرة وبقوة يوم عيد الاستقلال المصادف للجمعة 20 للحراك، لنجعل من 5 جويلية 2019 تجسيدا تحرير الإنسان بعد تحرير الأرض، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. هاد لا فيديو خاوتي كما راكم تشوفوا الزواف تلمو، هادي راهم نسقوا ما بين داروا داك النهار، داروا اجتماع ديجا. هاد الاجتماع شكون لم باش هنا صاي، كما قال لك الخيط الابيض من الخيط الاسود، صاي كلش بان، راه ماشي خيط، راه تيو مع تيو، حتى المغليظ وكبير وواضح، غير اللي عاميه ربي لا غالب، اللي اعمى من قلبه كما دارين نقول لكم. هادو خاوتي تلاقاو هاد الاسبوع اللي فات، تلاقاو داروا ريونيون ما بين الار سي دي، تبعوني مليح، ار سي دي، اف اف اس، السينيال خاوتي السينيال. كثرونا البارطاج باسكو اون فا دروك ريفوار لا فيديو، هادي غنعاودو نشوفوها خاطر ما تنحشالكمش. كي تشوفوا حاجه توجور ما تدوش ما تدوهاش غير خطره واحده، عاودوا تفرجوها دو فوا تروا فوا، اناليزو وحدكم يبانوا لكم صوالح اللي ما شفتوهمش لا بروميير فوا. تبعوني مليح، غادي نولي ندير بوز باش نفهمكم. تبع مليح. نداء للشعب الجزائري، نداءنا من مجموعه من نداء للشعب الجزائري. ديجا هما راهم يطلبوا للشعب، سي لانفيرس. دروك هادو ما راهمش راه يستعرف لك هنا باللي ما راهش يمثل الحراك، ما راه يمثل الشعب، ما راه يمثل والو، هو راه يطلب من الشعب. راك شايف كمل. الشباب الملتف حول مبادره، مجموعه من الشباب. اسكو هادي تبان لك جون في يا شيخ؟ وكاع اللي راه معاها يبانوا لك الشباب هادو؟ وين راه الشباب هنا؟ ما قال هذاك طابوري وطابو، ما كانش شباب، هادو كاع تاع النظام القديم. من اجل حمايه الوطن، نحن الموقعون اسفل، من اجل تبعوني مليح خاوتي، كونكم شويه لوجيك، غير شويه لوجيك، ان بو دو بون سونس. من اجل حمايه الوطن، حمايه الوطن، انت جيش باش تحمي الوطن؟ انت الوطن حنا نحموه منكم انتوما،
انت تحمي الوطن، هذا يحمي الوطن، هذا تلاقاه مانيفيستون برا سقساه قال له المرحله الانتقاليه علاش ومنا ما عرفش ما باي ريبوندي، هذا يحمينا غدوه؟ من اش تحمي الوطن؟ حمايه الوطن من واش؟ كي نقولوا حمايه الوطن وراها لا ميناس، ما قال انت لا ميناس تاعكم انتوما ما كانش، تبع مليح. نوجه نداء للشعب الجزائري للحفاظ على سلميه ثورته، للحفاظ على سلميه ثورته. شكون اللي هدر دروك في هاد الدقيقه وراها لا فيولونس في الحراك خاوتي؟ اسكو الى هاد الدقيقه للجمعه التاليه اللي فاتت كاين صوالح تاع فيولونس اللي خرجونا تاع عنف اللي خرجونا من السلميه؟ تعقلوا باللي هادي شهر وانا نقول لكم باللي غادي كي تتزير عليهم هما اللي غادي يبداو العنف، هما لا هما راهم يسبقوا لكم الاحداث. قال لك للحفاظ على السلميه تاع الثوره، دوك يزيد بوشاشي وطابو يزيد يكونفيرموها لك، معناتها هما راهم ديجا بسيكولوجيكمون يوجدوكم للعنف. تبع مليح. ووحدتها وشعبيتها ووطنيتها التي بكل اشكال تحريف الثوره الشعبيه. شكون اللي هدر على تحريف الثوره الشعبيه خوتي؟ ما قال هما اللي حرفوها راهم يعاودوا يدروك يزعبطوا في بلاصتهم. وعلاش انت دروك في هذه الدقيقه وين ما كان حتى عنف والحمد لله والحياه كانت سلميه، علاش راك تهدر ديجا وتخوف الشعب وتقول له على سلميتها؟ نحافظوا على سلميتها، انت تحافظ على سلميتها انت؟ عن مسارها السلمي. كما نبدأ بالاعتقالات وكل انواع التجاوزات والتضييع السياسي والاعلامي، نطالب السلطه الاعتقالات خوتي الى هذه الدقيقه شكون اللي اعتقلوا؟ اعتقلوا غير العصابه، اعتقلوا سعيد بوتفليقة، اعتقلوا توفيق، اعتقلوا ربراب، اعتقلوا غير العصابة. هادو الهدف تاعهم دروك يخرجوا العصابة من الحبس. وهذا الحراك اللي راه باقي اللي مازال مسمينا حراك اللي ما راهش حراك، ماشي الشعب راه يخرج. ما انا نعرفو انتورا الشيعي كاع ما نعرفش واحد فيهم راه يخرج. اللي نهضر معاه يقول لي انا حبست الحراك صافي لو 22 مارس، واحد يقول لي انا حبسته صافي شهر مانيش نخرج الاخر. ما بقاتش. بقاو غير هما خوتي. المطالب تاع الشعب كاع تحقوا. كاع المطالب وبزيادة كاع. احنا كنا نحوسوا النهار الاول غير ما كاش عهده خامسه، عشينا في ما كاش هادي وما كاش هادي والاخرين كاع للحبس والدينار راه يطلع وكاع بزاف صوالح الحمد لله. دروك علاش راك باقي برا؟ تبع مليح. اتخاذ كل الاجراءات والقرارات في اتجاه التهدئه كتعبير حقيقي في التهدئه. علاش راه كاينه حاجه دروك ماهيش مليحه في بلادنا خاوتي؟ البلاد راهي تمشى نورمال والشعب راه فرحان ويتبع البوله وراه فرحان بالبوله وكاع. التهدئه من واش؟ رانا في حرب ولا؟ تسمعوا كلامهم اناليزوا كلامهم، راهم يهضروك شغل رانا في بيريود تاع كيرا وصرات الانزلاق وما بقاش سلميه وكاع، الوغ ما كاش منها كاع. فتح الحوار للخروج من الانسداد السياسي السائد. ندعو كافه فئات الشعب الجزائري للخروج جماعيا وبكثافه وبقوه. يوم عيد الاستقلال المصادف للجمعه 20 للحراك. لنجعل من 5 جويلية 2019 تجسيدا لتحرير الانسان بعد تحرير الارض. تحرير خاوتي، تحرير الانسان بعد تحرير الارض، هذه عقليه على بالكم تامن. كاين بزاف ناس يقول لك يهضروا على فرماسونري فرماسون ماسونيه وكاع، هذا فرماسون خاوتي. في الماسونيه يعبدوا الانسان ما يعبدوش حاجه اخرى، مقدسين الانسان على بها داروا الديكلاراسيون دي دغوا دو لوم، وهذا يخدم في الالا دي اش في لا ليغ دي دغوا دو لوم. كاين بزاف ناس يجوا لا غالب سي ما ماشي كاع الناس رحت تبحثوا كاع لا ديكلاراسيون دي دغوا دو لوم، روحوا قروا عليها، دارت في فرنسا داروها الماسونيين، فيها البيراميد وفيها كاع صوالح تاع كاع الناس على بالها بلي ديكلاراسيون دي دغوا دو لوم داروها الماسونيين. هذا نون سولمون راه هنا يهضر لك فيها تحرير الانسان، و اون بليس دو سا يخدم في لا ليغ دي دغوا دو لوم ويدي 40000 دولار من عند الناد من عند ميريكان في العام، 40000 دولار في العام. تبع. مجد الخلود لشهدائنا الابرار. ها شكون مسنيها خوتي؟ كاع قبايل؟ اسكو الجزائر هذه هي؟ ها مال 8 ولا 7 بنيادم قبايل كاع؟ راهم يحلوا الشعب باش يزيد يخرج. يحلوا في الشعب، هذه فيديو جلوبالمون، راهم يحلوا للشعب باش يزيد يخرج. لانهم على بالهم بلي الشعب فاق لهم صاي، ما بقاتش. وهاد الناس هادو ثلاثة، هذا بوشاشي وطابو وجماعته ومام سعيد سعدي معاهم كيما وريت لكم داك النهار، دوك نعاود نوريها لكم دروك، هما اللي ما خلاوش الحراك يخرج منه لي ريبريزونطون تاعه ممثلين الحراك، هما اللي ما خلاوهمش باش هما يهضروا في بلاصه الحراك.
وكانوا وين ما يقدبوا ميكرو تاع التلفازة ولا تاع الإعلام تاعهم الزوافي يقدب الميكرو يزرع الفكرة بلي الحراك ما يليقلاش يتنظم. علاش؟ باش هو يهدر في بلاصة الحراك، هما كانوا ممثلي الحراك مالغرينو. غير تصرى حاجة كبيرة صغيرة في البلاد هذا يهدر. شكون انت شكون تمثل أصلا؟ انت شكون تمثل؟ السينيال خوتي السينيال، بارطاجيو خوتي بارطاجيو. هذا الحيوان الإرهابي اللي حتى قبيلي ما دار مانيفيستاسيون كونترا عليه في هذه 15 عام ملي كان يروح لإسرائيل ومسمي روحه رئيس، مسمي روحه رئيس لكابيلي، عمرهم قبيلي واحد ما دار عليه مانيفيستاسيون ولا طلع التلفزيون عايره. او كونترير طابو كي يطلع التلفزيون يقول لكم عنده، مانيش داكور معاه بصح عندي عنده دروه يهضر واش يهضر. راك شايف وحنا ما عندناش دروه نهضروا في واش نهضروا في بلادنا. هذا دايرينه بريمي مينيستر. زيد كمال داود السينيال السينيال بارطاجي بارطاجي خوتي شلي راه باقي خير. ها ولا مينيستر دو لا جوستيس تاعهم خوتي، هيا شكون اللي غادي يعجبكم كاع؟ وزير الدفاع شكون؟ عمر راسك شيخ. مينيستر دو لا ديفونس شنقريحه، هذا ما سماوهش رونجرز راك شايف، ما يعايروش كيما القايد صالح. توجور سينيال خوتي اي تنقطع. وهاك مينيستر دو دي فينونس شكون؟ هاك هاك مينيستر دي فينونس بن بيتور، اللي بزاف مبردعين راهم يامنوا في بن بيتور. بن بيتور كان ديجا في النظام القديم، النظام الانقلابي اللي داروه الزواف في 92، كان خمس خطرات هو يطلع وزير 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 وفي الدراهم توجور في الشكاره. كيفاش انت راك تقول لي جزائر جديده ونتهناو من النظام وتجيب لي غير صحاب النظام تاع بكري؟ صح دوك نزيدوك دوك نزيدوك. اجماعة بوفوار اساسا السيفاوي، هذا السيفاوي هذا فركوس تاع الدراس تاع التوفيق. ها ولا هنا هنا في الجزائر يقول لك بوفوار اساسا مع من مريح مع الكريف اللي هو تاع فرنسا اللي حاكمين فرنسا. ها ولا خبز وكرموس معهم مع برنارون غيليفي، هذا يجي يقطع في القايد صالح ويقطع في الارمي ويقطع في الجزائر ويدير قاعد الصوالح كاع ويقول لك بوفوار اساسا من يجي الحراك. وهذا السيد يبان كل خمس سنين، كل ما يكون كاين فوط يبان. هذا سيفاوي صار كيما الهلال تاع رمضان، يبان خطره في رمضان في لافان ديبي في لافان شايف كيما هكا. كل ما يكون كاين اليكسيون يبان سيد ابري 5 ما تسمعش به كاع، يكون يخدم ويكتب في الكتوبه اليهود. زيد ها شكون عنده انتيري في الحراك دروك؟ هاد الناس هادو هما الناس اللي عندهم انتيري في الحراك. مام المافيا اللي كنتو تعالوا ها ولا هنا غير هو، وها ولا هنا مع زعلان، زعلان اللي هلك وهران ولايه وهران زعلان هلكها ولا يمد في لي تيران كي الخبز مد كاع صحابه. دوك نزيدك هاك اللي قال لك شيخ، هاك اللي قال لك باللي الثقافي اما له هما كيستعرفوا لونيون نور افريكا ليكيفالون دو لونيون اوروبيان. كيفاش تقولي ثقافي وتبردع في الشعب؟ كيفاش تقولي ثقافي انت بروحكم ماكم تستعرفوا بها؟ ها طاي طاي تستعرفوا بها ليكيفالون تاع لونيون اوروبيان. دروك الى هذا الدرابو تاع لونيون اوروبيان ثقافي هذيك حاجه اخرى، ولا تاع هويه هذيك حاجه اخرى. راك شايف بركم تبردعوا في الناس حرام عليكم والله لا عيب 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 عيب. ها ولا هنا ثاني خطره مره اخرى ها هذا لي بوبليكاسيون تاعهم خاوتي هادو تاع الزوافه. دقيقه دوك تطلع كونيكسيون راهي انا شويه دوك تشوفوا باللي ماشي ثقافي كاع، وباللي هذا لو درابو كابيل اي مون درابو ناسيونال. هذا الدرابو تاع الماك هو الدرابو تاعه الوطني، وهذا الفيدرالي الفرشيطه. هاد الفرشيطه خاوتي هادي فرشيطه تاع السلاطه هادي راهي واعره على هاد الفرشيطه تاع الماك. جور سينيال خاوتي بترول بارطاج لانهم زواف فاهم التليفون بدا يهرب لي من يدي نفهم بلي الزيت دخل فيها الزيت. هذا خاوتي قلت لكم ولي هذه الاسباب سيكو كاع لي كونديدات تاعهم اللي كانوا مترشحين غاني مهدي نكاز غديري كاع هذا المشروع خاوتي تاع تماعره تاعهم يتطلب مسح الحدود الجزائريه، معناتها الخطوه الاولى هي الفتح الحدود مع المغرب. في المغرب كاين دي سولدا اسرائيليان، كاين دي زومباس لومباس تاع اسرائيل اللي بغا مش مديكلارينها، كاين دي باز ميليتير امريكان. ها علاش ماذا بهم يحلوا الحدود مع المغرب كاع كيما داروا؟ ها ولا بو رقعه تاعهم ها ولا مع بو ماله اطابل باللي قلنا بالروج وكاع. ها يلا بوراوي اللي ضل تصب في الرسول
ثبت كاع الرسل الانبياء ثبتهم كاع. هذا اللي راه موراهم خاوتي اللي قلت لكم نهضر لكم عليه، هذا كان امي معايا فيسبوك شحال من عام، هذا بشير درايس، باش تفهموا باللي كاع خاوه خاوه كاع خاوه خاوه بيناتهم الفرشيطات الكفار، هادو كفار، هاد الكفار ونكررها سبع خطرات، هادو كفار كاع خاوه خاوه خاوتي. هذه من جهه دلت سفر الرسول، هذا الحيوان اللي من موراها بشير درايس اللي دروك راه يلعبها لكم في الحراك ومن الاولى في الحراك، هذا رياليزاتور تاع سينما يدي على الاقل في لي فيلم تاعو هو يستعرف بها دو توت فاصون، الفيلم التالي يدي فيه 130 150 مليار. راك شايف هذا ماشي قليل، ما يمثلش الشعب، يسكن ما بين باري والدشرة تاعه. هذا من اصدقاء المعطوب من كان حي رسولهم المقدس، هذا يدي كل فيلم حتى ال 150 مليار. راك شايف، ولو كان غير جانقولو سبيلبرغ ولا يجيب غير القوري يخدمهم. هذا هو اللي دار الفيلم تاع العربي بالمهيدي وبغى يزوره، بغى يزور التاريخ باش يرد لنا تاريخ زوافي ويدنس الثوره الجزائريه. هذا اللي منعته منعوه وزاره المجاهدين وصارت ضجه عليه، ها ولا بشير درايس. هذا كان امي معايا في فيسبوك خاوتي، كي نلحقوا لو 27 تاع رمضان 27 يحط لنا بيبليكاسيون فيها قرع روج وتيربوشون زعما كومكو غادي نحل البار. صاي آه صاي كرهنا ما هذا الوقت تاع البار، راه غابنا رمضان، راه غابنا في البار. راك شايف هادو هما تما اللي قلنا تماعرا. هادو ناس خاوتي، هادو حراك وهران، هذا الخطره الجايه كي تقدبوه دوك نوريكم شي كمامير عقلوا عليهم غايه، كي تقدبوهم سينيالوهم لابوليس. هذا زوافي ما يسكنش في وهران، هذا التصويره مخدومه ماخوذه في وهران ولايه وهران. هذا الزوافي كثروا سينيال خاوتي، راه مكثرين سينيال، هم سينيالو بالقرعه تاع سالي تاع اليو ديريكت. هادو خاوتي اللي وريتهم لكم صحاب وهران، الميساج هذا لصحاب وهران عقلوا عليهم، كي تشوفوهم الخطره الجايه صوروهم وعيطوا لنا، عيطوا لنا بورتوكي، عيطوا لي انا نزيد نعيط ولا عيطوا ديريكتومون لابوليس ولا عيطوا للجدارميه ولا عيطوا. هاد الناس خاوتي جايين في كار، جايين في كار، تبعوني مليح. دخلوا الوهرن حرضوا الناس على لابوليس، واحد فيهم هذا ملتريكو لك حل وراه، هذا هم حكموه لابوليس ومداك منظمين وعاطينهم دايرينهم دي فورماسيون كاع، داوروا بلابوليس وهربوا صاحبهم، هربوه من قدبه الشرطه تبليسه وقع في يده شويه. عندي فيديوهات وين تشوفوا ما كيديروا له البونده وقع في يده. من تماك راحوا حرضوا داو الشعب هذاك اللي كان مخاطيهم مساكين كانوا يتمشوا معاهم، داوهم باش يحرضوهم على كوميساريا باش يروحوا يهرسوا كوميساريا. وكي كملوا الحراك تاعهم ركبوا كاع في كار واحد وخرجوا من وهران، وعلى بالنا وين راحوا وراهم كارين وقع في الدوار اللي هم كارين فيه، يكرولهم في نواحي المدن. سمعتوني خاوتي السينيال توجور نورمالمون كيما وريت لكم عفيف عبد الرحمن باللي مع ماكرون ومع عنده صور واحد اخرين مانيش باغي نهضرهم دروك، يجي وقت وين نهضروا على عفيف عبد الرحمن ندخلوا في الديتاي تاعه هو وجماعته تاع وهران. كيما شفتوا باللي عفيف بان لكم مع ماكرون وهذا بان لكم مع رشاد الارهابيه، دوك شوفوا شكون رشاد، دوك نوريكم نبارات على هذا. ها شوف 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 شوف، ها ولا ابو مالا توجور توجور جماعه الكفار، ها ولا ابو رقعه، ها ولا ابو راوي، ها ولا ايت الاخر تاعهم هذاك علي يحيى، هذاك علي يحيى عبد النور اللي نفكركم باللي جابوه لنا في بلاصه بوتفليقه. بوتفليقه عنده 83 عام، هذا عنده 98 عام خاوتي، 98 عام. كيفاش تقول لي باللي الجزائر فيها 70 عام هذوك البروباغون تاعكم تاع لا جوناس وخاصنا الجديد، وتجيب لي واحد في عمره 98 عام متقرب من الدوله الفرنسيه؟ دوك نوريه لكم مع السفير برنار يمي في فرنسا يدي لا ليجيون دونور. وها ولا توجور بشير درايس الكافر الآتي اللي حرف التاريخ انت، حي هو يحرف لك التاريخ في وجهك. صاحب صديق بنجامان ستورا، بنجامان ستورا اليهودي، المؤرخ اليهودي اللي راه من عند ماكرون يريح مع ماكرون في الطابله باش يحرفوا لنا التاريخ الجزائري الى يومنا هذا. اللي بنجامان ستورا نذكر في بدايه الحراك قال ماكرون يقلك تدخل، الفيديو تاعه كاينه، قال لك تدخل في الجزائر، هذا صاحبه انتيم. ها ولا كما كنا نقولوا بومالا مع درابو تاع الفرشيطه حدا درابو تاع الجزائر. دروك انت خرجنا في الحراك 22 فيفري على جال امور سياسيه ماشي على جال الثقافه والهويه. شا جاب الدرابو تاعك في الحراك وشا جابه في كل كل شوفوا كل ما يديروا حاجه كاين درابو تاعهم. راكم عاد تامنوا بلي هويه؟ مازال تامن بلي هويه صاحبي؟ كل ريونيون كاينه، اسكو هذه ريونيون داروها على الهويه؟ لا، ريونيون سياسيه. تبع مليح دوك نزيدك.
هيا لا المغاربيه، روح شوف غير سكايب تاعهم مغاربيه، مغاربيه هاو لادريس سكايب تاعهم، تمازيغت المغاربيه شيخ، حتى تمازيغت حتى في لادريس تاع سكايب تاعهم. مازال ما فطنت بلي يقولوا لك تمازغه هنا قاحت صوالح. هذا الجماعه اللي كنت نقول لكم عليه تاع رشاد وحبساته الشرطه، كيما عفيف كيما الاخرين قاع نورمالمون تفتخروا بلي سيرفيس سيكوريتي تاعكم، تفتخروا بهم. صافا دير كو في وسط الملايين تاع الجزائريين اللي كانوا يخرجوا، الدوله تاعكم الدوله كي نقول الدوله صغير الشرطه والدارك وهذو لي سيرفيس سيكوريتي، يجبدوا كل كي شعره من العجين، يجبدوا غير لسان الحربه. راك شايف ما ضربوا الشعب، ما حقروا الشعب كيما في فرنسا قبيله كانوا دايرين سيت ان يجبدوهم من الشعر يخرجوهم، ما حقروا الشعب ما تهرس كاس. مازال قاعد صوالح، مازالكم تهضروا على عنف وحقره وهاد صوالح. ها ولا كسموه صاي اسمه ولا يروحوا لي عبود، هشام عبود، ها ولا مع نزار نهار اللي كانوا في عهد الانقلاب العسكري في فرنسا. ها مالا هنايا ما كانش دولة عسكرية، وهذا نزار وقيلا كان كان يخدم في فاست فود، ما كانش جنرال وما كانش فاهم، ما كانش يقتل في ليجون ميخرجوا في 88. انا على الشيطان خاوتي قاعد سوالا ما تأمنوش، سي غراف على بالك. دوك نزيدك ما تقلقش. ها